عايشين فيها، والشعب بتاعنا راه عايش في أرضه مهما كان ثمن، وما نسلموش فيها حتى النصر وإلى الاستشهاد. يا إخواني سادات وداعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يتحدث الناس هنا في عنابة عن معتقل ود علم، إنما يتحدثون عن بشاعة مجازر فرنسا في هذه البلاد. هذا المكان المرعب قتل فيه كثير من الجزائريين تعذيبا وقهرا ونفيا وعديد الممارسات الخطيرة الأخرى. عدنا إلى هذا المكان مع عينات من وجوه المجتمع المدني هنا في عنابة وفي هذا المكان بالذات، لنستمع منهم شهادات حية عما فعلت فرنسا في هذه البلاد بالذات. أسعد باستضافة هذه المجموعة، وأذكر بينهم السيد بجمعة رجم أمين المكتب البلدي لأبناء المجاهدين، والسيد الفدائي المجاهد محمود بن نور، وفضيلة الإمام الشيخ عبد العزيز زوالي إمام مسجد هنا في واد العنب، والسيد أحمد بن رحيم مواطن هنا شاهد على جرائم فرنسا في هذا المكان بالذات. وتمني لكم أيها السادة والسيدات أن تقضوا مع هذه الشهادات التاريخية وقتا طيبا. بني معتقل واد العنب سنة 1884 كاستبل للمواشي، ثم حول إلى مخزن للفحم، وأثناء حرب التحرير حول إلى مركز للتعذيب، ولمنع المعتقلين من الفرار أحاطه العدو الفرنسي بأسلاك كهربائية شائكة وأضواء كاشفة وكلاب شرسة، بالإضافة إلى زنزانات ضيقة ومظلمة. عدد من المجاهدين والمسجونين وشهود عيان عادوا اليوم إلى هذا المكان المرعب، وعادوا بالذاكرة إلى هذا المكان المخيف. سيد بجمعة رجم أمين المكتب البلدي لأبناء المجاهدين، وحدثنا عن الصورة العامة لهذا المعتقل، فليتفضل. بسم الله. بجمعة رجم أمين المكتب البلدي لأبناء المجاهدين وباحث مختص في تاريخ المنطقة، منطقة بلدية واد العنب. إخواني، معتقل واد العنب انشأ سنة 1884 كاسطابل لتربية المواشي، وفي سنة 1955 بعدما انطلقت الثورة التحريرية، وخاصة هنا في مناطق ولاية عنابة وجبل لدوخ، تحول إلى مركز للتعذيب، فكان يأتي بكل المناضلين والمواطنين الذي تلقى عليهم فرنسا تأخذهم لهنا إلى مكان مركز التعذيب بواد العنب. وفي سنة 1956 حول كمركز للتعذيب وفي نفس الوقت معتقل للكثير من السجناء، وقسم هذا المكان إلى شطرين، شطر مختص للتعذيب والبحث والاستنطاق، وشطر للراحة والجمع المعتقلين، ثم يحولون المعتقلين إلى مساجن أخرى على مستوى التراب الوطني. وكما توجد به زنزانة، هذه الزنزانة ضيقة ومظلمة، كذلك يجمع فيها المساجين ويأخذونهم إلى الجبال المتواجدة بجبل دوخ كمنطقة واد المويلح والبي تسعة، هناك تقع المجزرة الكبرى بحقهم. ومع العلم أن هذا المكان هو مكان كان بعيد على أنظار الجمعيات العالمية لحقوق الإنسان، مثلا عندما تجي تزور
الأماكن والمعتقلات على مستوى الوطن هما ما يجوش للواد العنب، لأن هذا المكان مخفي، ولهذا السبب خلى العدو الفرنسي يستعمل كل جرائمه الجهنمية بحق المناضلين والمواطنين الأبرياء. هذا هو مكان المعتقل بواد العنب، وجاء به كل المناضلين والمساجين على مستوى ولاية عنابة وخارج ولاية عنابة من عدة ولايات، وتقريبا كل الولايات الوطن كانوا منها رجال تعذبوا في هذا المكان. وأنا زرت عدة ولايات، كل ما نذكر كلمة واد العنب يأتوا ويسلموا علي ويقولوا لي يا أخي اللي ما راحش الواد العنب ما يعرفش الثورة. في وسائل التعذيب من لقي حتفه هنا وخرج شهيدا. قلت ما يخص سؤالك سي باديس، هناك شهداء استشهدوا تحت التعذيب هنا في هذا المعتقل بالذات، وقاموا بدفنهم بالقرب منا، وفي الاستقلال حولنا جثث نتاعهم في المقابر العائليه المتواجده بواد العنب، لان قلت ان الكثير منهم استشهد تحت التعذيب هنا في المكان هذا في واد العنب في المعتقل، وكذلك كما قلنا الباقي يدوهم للواد المالح والميتسعه ويخطوهم رمين بالرصاص. ويحضر معنا ايضا في هذه الجلسه الفدائي السيد محمود بن نور، المجاهد الفدائي محمود بن نور، الذي يعني يحمل في شعبته كثير من الاشياء حول هذا المعتقل وحول ما دار هنا في عنابه من جرائم الاستعمار الفرنسي. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة في نضال الجهاد جاتني مناسبة باش نوصل للبقعة هذه واد العنب، هو من طرف سي سلام مرجان مسؤول الناحية الثانية اللي كلفني ببعض العمليات على مستوى خاصة على مستوى الفيلاج تاع واد العنب. في 18 جانفي 1962 كنا في ربعة جينا مهمة من عين سقا حتى لهنا البقعة هادية، ونطلع علينا نهار في الفيلاج المضرب يقولوا له التربة، وقع اشتباك مع العسكر تاع فرنسا ومع القومية تاع واد العنب، وبعدها كنا في ربعة وفيهم ويساوي حسين الله يرحمه مات وراء الاستقلال، الشهيد ملوح محمد صالح مدعو أحمد الجوانو، والشهيد الدوادي إسماعيل مدعو بوزيد الباري والمتحدد. طلع لنا النهار صار الاشتباك، صار كروساج أكرشينا قعدنا نضربو ونستشهدو، استشهد بوزيد باري وأحمد جوانو وحسين ميشاوي نجح من العملية، وفيها هنايا دقست بالرصاص وحكموني العسكر تاع فرنسا، كي حكموني جابوني لهنا المركز تاعهم هذا تاع التعذيب، وانا مبليسي كنت في السيفيار، جابوني دخلوني نشعلها دخلوني لهنا عندي شفيان بالبصر، وحطوني مع بين زوز العرس مليح في السيفيار، حتى جا تاع الرصاص كوموندون تاع الرصاص، وجا معاه واحد عنده 5 بارات متلونين يكون ليتنون كولونيل، وكنا قايم بالعسكر اللي كانوا مركزين في البسان، شافوا الحالة اللي راني فيها ومعولين باش يعقبوني كيما عقبوا الجماعة اللي كانت الله يرحمهم اللي ماتوا، اللي بزاف حيين الله يطول في عمرهم إن شاء الله،
برقوا وش يعملوا، حكموا لي رجلي لعبوني بها، رجلي كانت مدقدقه ما عملوا لا ترسيتي لا ما لا حتى شيء، وشي ورقوا رجلي راهي مدقدقه باش ينطقوني، وانا كنت في غيبوبه. بعد ما عذبوا بيا الوقت هزوني من هنايا، خرجوني لبرا كيما هك، وداوني واحد مركز دار، شغل دار برواد دعم، وخلوني التم، خلوني التم حتى جات لومبيلونس، تاع الارمي، وين هزوني، ومن لهنايا داوني الدوزيام بيرو تاع المارينا تاع النار، وين التم زادوا كملوا بيا واش كملوا بيا. هذه صورة فظيعة للتعذيب. يعني خليني نسألك سؤال ثاني الآن، قلت كملوا بي ما كملوا بي، يعني احكينا شوية على بشاعة الفعل. عنده في الدوزيام بيرو. نعم. في الدوزيام بيرو تم لا رحمة لا شفقة، كانت الزنزانة عند رجلي لكن ما كونا في السيفيار، وكانت واحد الطابلة مليانة تصور. أول حاجة نعطوا لي تصور، هذا تعرف وهذا ما تعرف وهذا تعرف وهذا تعرف، وأنا في شيء آخر شيء كبير. الموبينة نتاع الكريسيتي عند رجليا، أقول درك ما داو حتى شيء ما عندي رجليا تتصور، درك عقبوا لي. وجاتهم في بالهم عملوا لي نفس الشيء كما عملوا لي لهنا، عاقبوا لي رجل كنت مجلس، كنت قعدوا لي يتعبوا فيا باش نتقلوا، ما كان ما نقص ما حد شيء، كنت عيان مقعور برصاص، ما كانش عندي الجهد هذاك تاع الهضره ولا. من بعد ما عذبوا فيا جابوا هذا في النهار الثاني، لان خاطر النهار الاول كنت هنا داوني لي هبطت تما بايت في اللاطار، طيشوني في واحد اللاطار وين رقيت واحد حكموا حي انا، واحد كان معايا في جبل قشاشمة هو يقولوا له ابو بكر طيار، وكان خوه تحصر في البستان والشاشه يقولوا له محمد، هما من لافيي فيل تاع النبأ، هما كانوا خياطين. لقيت مبكر في اللاكار فين الظلمه، مبكر هو اللي يتكلم معايا، وانا عرفنا بعضنا، هو اللي كلمني بخوه اللي راهو تششب، خوه تششب والمركز اللي كنا في جهه تششبه قال لي كشفوه العسكر. اذا شكرا لك المجاهد بنور محمود على هذه الشهادات الحيه والمؤلمه والمؤثره ايضا. نعود الان الى او نبدا الان مع الشيخ فاضل الاستاذ عبد العزيز زوالي امام مسجد. صور مرعبه لفرنسا هنا في الجزائر، يعني من تعذيب وتنكيل وغير ذلك، هل لكم ان تضعوا المشاهد الكريم في هذه الصوره المؤلمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا ننتظر من عدو؟ ماذا ننتظر من عدو يجابهك بوحشيه ويريد ان يفتك منك الذي لا تريد أن تعطيه؟ لا بد أن يستعمل معك جميع الوسائل وجميع السبل حتى يصل إلى هدفه. فرنسا في الجزائر كانت تظن أنها لا تخرج من هذا الوطن وكانت تمتلك هذا الوطن، لكن لقات في مقابلها من يقولون لها لا، إنك تجابهين قوما كما تحبين أنت الحياة يحبونه الموت ويعشقونه ويموتون من أجل هذا الوطن ومن أجل هذه البلاد ومن أجل أن تعيش هذه البقع الطاهرة، تعيش حياة الكرامة. فهذا المكان يا إخواني الكرام اللي احنا فيه الآن هو شاهد من المشاهد التي تعبر عن حقد أو الحقد الدفين
التي تكون الصليبية لديننا الحنيف، لأنه الإنسان اللي يدخل لهذا المكان ويشوف هذه المناظر المؤلمة اللي كانوا عليها آبائنا وأجدادنا، وكيف وصلوا بنا إلى هذه الحرية وهذا الانعتاق، يعرف أنه الحرية ما جاتش بسهولة. الحرية راهي جات بثمن غالي، لذا لابد من الحفاظ عليه. ويا إخواني الكرام، في عام 1995 في هذا المكان بالذات، في هذا المكان بالذات كانت هناك زيارة بمناسبة من المناسبات، ألا وهي 5 جويلية. في هذا المكان بالذات جاء شيخ كبير في السن، وفي الباب نتاع المعتقل بكى. الفت النظر نتاعي، اقتربت منه، سألته، قلت له يا شيخ ما الذي يبكيك؟ الحاج وش يبكيك؟ قال لي يا ولدي كيما هك، قال لي يا ولدي راني لحد الآن راني حاجة حرمت منها في حياتي كاملة، ألا وهي الذرية. قلت له علاه؟ قال لي لأنه فرنسا قعدتني على القرعة في هذا المكان، فرنسا قعدتني على القرعة في هذا المكان وانفجر باكيا. فيا إخواني الكرام، هذه أو هذا المشهد من المشاهد المؤلمة اللي عاشها الشعب الجزائري برمته. يحكونا آباءنا وجداتنا وأمهاتنا، يحكونا قالوا لنا في هذا المكان، في هذا المكان بالذات قالوا لنا القراب المعتقل هنا، قالوا لنا لما يحطونا نحطوا العشاء ولا نحطوا الطعام يحبس في الحلوق نتاعنا. وعلاش يحبس في الحلوق نتاعنا؟ لأننا نسمع آهات و أنين الذين يعذبون في هذا المعتقل. فأنا وش نقول؟ نقول لإخواني ونقول لمن الآن يراني، نقول له حتى لا ننسى، حتى لا ننسى أنه فرنسا مرت من هنا وهذه هي مشاهدها الباشعة. فلا بد أن لكل واحد، لكل مواطن جزائري، أنه لما لازم يستحضر التاريخ ولازم يستحضر ما قامت به فرنسا في أرضنا. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، عاشت الجزائر حرة مستقلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.